السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم بدنا نعمل إزالة لرمز الحماية جهاز آيفون 7 بلس، وهي الطريقة بتنطبق على جميع الأجهزة اللي شرحناها قبل بدون فقدان الشبكة، يعني مع شبكة، يعني راح يشتغل معنا الجهاز بعد التخطي مع شبكة. بداية الجهاز عليه كلمة سر وعليه اي كلاود، زي ما انتم شايفين هنا موجود عليه اي كلاود وعليه ابل اي دي. احنا هلا بدنا نتخطى هذا الحساب وراح يشتغل معنا شبكة ومع سيريال نمبر والايمي كامل، راح ياخذ بشكل طبيعي. كيف الطريقة؟ مباشرة ندخل على أداة روم اف دبليو، نفتح الأداة، هاي الأداة مجانية من صاحب الأداة، نفتح الأداة بالشكل هذا، بعدها بنفتح الخيار الأول، ونعمل والجهاز شغال، نعمل تشيك ديفايس. أخذ تشيك ديفايس. الآن بدي أدخل الجهاز بوضع الريكفري. إدخال الجهاز بوضع ريكفري، بضغط باور خفض الصوت مع الهوم، ومجرد ما يطفي برفع إيدي على الباور مباشرة. أول ما يطفي الجهاز مباشرة، عشان هيك دخل في وضع الريكفري مباشرة. تقدر تعرف من 3U Tools. أنا ما بدي إياه بوضع الريكفري ديفي مود مباشرة، بدي أول شيء أطلعه أفض الصوت وباور هون، مجرد ما يفصل شلت إيدي ورديت رجعت كبسة الهوم مع خفض الصوت، بنتظر. هيك دخل في وضع الريكفري، أنا هيك بهمني. هلا بدي ادخله بوضع الديفيو مود، بضغط خفض الصوت والباور مع الهوم، بعد ما يطفي بنتظر شوي، بعدين بشيل ايدي عن الباور، بخلي خفض الصوت والهوم عشان يدخل في وضع الديفيو مود. هيك الجهاز دخل في وضع الديفيو مود. شو بستفيد لما اعمل انه ادخله ريكفري بعدها ادخله بوضع الديفيو مود؟ عشان ما يفصل معك خلال العملية ويشتغل الجهاز، لازم الجهاز يظل في وضع الديفيو مود ما يخرج منه. مباشرة برجع بعمل تشيك ديفايس. بنتظر لغاية ما يتفعل عندي الخيارات. راح تسمع الجهاز بفصل وبشبك. هون اشتغل عندنا الخيار الموجود. نضغط عليه. ونضغط من 12 ل 15، هو عليه اصدار 15.8، نضغط عليه ننتظر يعمل القراءة كاملة. هاي العملية ترجع لك الجهاز مع شبكة، يعني اهم شيء انه بيشتغل مع شبكة. في حال كان عليه رمز تكون الامور سهلة. زي ما انتم شايفين بلش ياخذ بالامر. نترك الجهاز يشتغل براحته. طبعاً يا جماعة في عندي صار مجموعة أجهزة نقدر نعمل عليها فيديوهات إن شاء الله. هيبلش ياخذ الأمر. ننتظر لغاية ما يتفعلوا الخيارات الموجودة هون. أعطانا أوكي. بعدها بضغط على اوكي. زي ما لاحظنا هون تفعلت عندي الخيارات. بضغط على هذا الخيار باس كود باك اب، بضغط عليه
راح يبلش ياخد باك اب، بياخد الايمي، بياخد جميع الاشياء اللي بتلزمه عشان الشبكه. زي ما انتم شايفين هون عرض هاي مسج انه بدك تعمل مسح للجهاز يدوي او من عندنا يعني، فانا بضغط له اوكي عشان يمسح الجهاز. انا اشتغل الخطوه اللي بعديها، بضغط اوكي، بقول لك باك اب اريست سكسس، اند هاي بلش الجهاز يشتغل. هيك راح يكون معمول ضبط مصنع للتليفون. التليفون هلا راح يشتغل مسكر اي كلود. نمشي خطوة خطوة وما نستثني أي خطوة، عشان وهاي الخطوة اللي اشتغلناهم بالبداية مهمة جدا عشان تتم العملية. ننتظر ليشتغل الجهاز. يا ريت لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة عشان يوصلك كل جديد. زي ما تشايفين الجهاز بيعمل مسح زي ما هو واضح في الصورة. ما زال مسكر الاي كلاود لغاية الآن. ننتظر ليخلص عملية الريستور. هاي العملية بدل ما انك تفوت على الايتونز وتعمل ريستور يدوي، هو بيعمل لك اياها مباشرة من البرنامج. ما راح اعمل مونتاج، راح اخلي الفيديو راح يكون طويل شوي، بس يعني هيك العملية بدها تاخذ وقتها كامل. عشان ما يصير عندك اي اخطاء، لانه في ناس تسالني على اشياء موجوده في داخل الفيديو يعني ما بيشاهد الفيديو كامل، يصير عنده مشاكل او في عنده مشكله خلال ما هو بيفتح الجهاز. راح افتح، ناس سالوني عن مواصفات الجهاز اللي بشتغل عليه. طبعا المواصفات ما لها دخل يا جماعه، يعني بالنهايه جهازك شو مكان ما دام برنامج شغال عليه، لو كانت مواصفاته قليله ما في اي مشكله. هذا كور اي 5 الجيل العاشر، الرامات 16 جيجا، ما فيها اي، ممكن تشتغلوا على اي جهاز. بالنسبه للتعريفات سالتوني عن تعريفات الايفون. تعريفات الايفون لما تنزل الايتونز وتنزل ال ريو تولز بيعطي التعريفات تلقائي للجهاز، يعني هو بياخذ التعريفات بشكل تلقائي. نسخة الويندوز يعني لازم تكون عندك 64 بت وتكون ويندوز 10، ويندوز 10 برو. ليش برو؟ لانه البرو بيكون نازل فيها كل الاعدادات اللي بدك اياها. هاي بالنسبة للويندوز. هون ايش صار؟ هاي زي ما انتم شايفين اعطانا هون هاتف مقيد بالمالك، والجهاز اعطى طبعا هيك بيكون مسكر اي كلاود، راح يطلب انه الشبكة عشان يكمل. شو الخطوة التالية؟ الخطوة التالية انه بنفوت على، اترك لكم التعريفات هون عشان هون في ناس سالتني عنها. نرجع ندخل في الجهاز لوضع الريكفري عن طريق زر الهوم والباور، خفض الصوت، مفلت الباور مباشره،
منتظر يدخل في وضع الريكفري. بعد ما دخل وضع ريكفري بضغط خفض الصوت والباور والهوم كمان مره. المره هاي بعد ما يطفي بستنى شوي، بعدين بشيل ايدي على الباور، بعدين بشيل ايدي على الباور وانتظر. لازم تضل الشاشه سودا. زي ما شايفين شبك في وضع ديفي مود، وهي التعريف زي ما طلبته مني يكون موجود. برجع بعمل تشيك ديفايس، وبنتظر. زي ما شفتوا التعريف تغير صار هون ورجع مرة للأسفل. بروح على بوت وبعمل بوت 12-15. بالتعريفات ما اشتغلت معك الطريقة هاي تكون في عندك مشكلة في اشي غلط. نسخة الويندوز دي برو احسن اشي ممكن تشتغل عليه. شايفين التعريفات كيف تتنقل مباشرة بكل خيار بيجي على الجهاز. يعني فعليا انت ما بتعمل ولا اي اشي، بس انك بتدخله على وضع الريكفري بعدين على الديفي مود. هاي الخطوة اللي بتخلي الجهاز ما يطلع من وضع الديفي مود. حطه ريكفري بعدها ديفي مود، ما عمره بطلع معك الجهاز. زي ما انتم شايفين الجهاز بلش ياخد، ننتظر لغاية ما يخلص. طب العملية لما نقوم فيها هلا بدنا نعطيه الباك اب اللي احنا سحبنا، الباك اب اللي عملناه بالاول، هلا بدنا نرجع له اياه عشان يشتغل الشبكة بشكل كامل والجهاز تحط عليه اي كلاود رصيد. نعطيه اوكي. فعلت عنا الخيارات، في هون خيار باسكود اكتيفيت. احنا اخذنا اول مرة الباك اب، هلا بنعطيه الباسكود اكتيفيت، نضغط عليه. نضغط عليها وبننتظر ليتم العملية. هاي هي الخطوة اللي بتشيل لك رمز الحماية disable update. هون بحكي لك بدك تعمل disable للابديت، مهم انك تعمل اوكي. شو مهمتها هاي؟ هذا الجهاز اذا عمل له ابديت او ضبط مصنع برجع بسكر اي كلاود. والافضل انك انت تعمل خيار disable للابديت، بطل ياخذ ابديت وبضل الجهاز شغال بشبكه واموره 100%. زي ما انتم شايفين اعطاني ديفايس سكسسفولي اكتيفيتد. اضغط اوكي. ننتظر الجهاز لغايه ما يفتح. جهاز زي ما انتم شايفين فتح بشكل كامل. جهاز هيك بيشتغل شبكة. زي ما شايفين الاي كلاود اوف، ابل اي دي اوف، ما في جيل بريك، والجهاز اكتف والاصدار 15. جهاز تحط فيه شريحتك وبيشتغل 100%. وهاي هي الطريقة اللي سألتوني عنها للباسكود. طبعا تشغيل الشريحة ما بزبط الا اللي عليه باسورد ويكون شغال عليه الشبكة، يعني يكون شغال عليه الشبكة بس عليه باسورد وانت نسيته وما بتعرف الاي كلاود اللي عندك، فبتضطر تعمل هاي العملية. هذا كان الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون عجبكم. لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.